السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دوسامدي. هلنا إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة اللي مهمة بزاف، وهي متى يخرج صغار الأرانب من بيت الولادة. هي في الحقيقة الحلقة بغيت نقسمها لكم على جوج ديال الأقسام، لأن كاين الأرانب الرومية وكاين البلدية وكاين الكروازية. احنا الكروازية مع الرومية غادي نديروهم في نقطة واحدة، ولكن بالنسبة للبلدية والرومية وحتى الكروازية يعني كاين فرق فوقاش كيخرجوا الأرانب، فوقاش كيفتحوا عينيهم، فوقاش كيكبر لهم الشعر، فوقاش كيخرجوا أنهم يبدأوا يأكلوا. يعني هذه هو النقطة اللي بغيت نهضر لكم عليها، فوقاش كيخرجوا ويبدأوا يأكلوا. إذن الفرق ما بين الرومي والبلدي في الخروج ديال الصغار ديال الأرانب من بيت الولادة، لاحظت أنني الأرانب الرومية كتخرج متأخرة على البلدية. على دابا هادو راهم كروازيين، راهم كروازيين. سمو لاحظت أن الأرانب الكروازية والرومية كتخرج حتى 22 يوم بالضبط، ملي كيكون عندهم 22 بالضبط كيخرجوا. أما البلدية كتبقى 15 يوم، يعني هي كتكون يعني البلدية كتكون بحال حركية أكثر، يعني كتكون صغيرة وكتكون ما طالباش الرعاية بزاف، يعني كتكون معتمدة على راسها، كتخرج دغيا كتدبر على راسها وكتخرج أنها تاكل. أما الكروازية بحال هادو راهم كروازيين، العمر ديالهم دابا راهم 17 يوم، 17 يوم وباقي ما خرجوش، في حين أن عندي خلفات أخرين يعني بلدية صافي خرجوا بداو كي يدوروا في الكاج، ومرة مرة كينقبوا شي شوية من عند كيرضعوا من عند أمهم، ولكن كيخرجوا ويدخلوا، يعني بحال ما كيحتاجوش الرعاية بحال البلديين. البلديين يعني هما كتحس بهم هما قادين براسهم من الصغر، كتحس بهم قادين براسهم. شوفوا هاد الكروازية، شوفوا يعني الحجم ديالهم تبارك الله، وباقي ما خرجوش ياكلوا، راهم فتحوا العينين ديالهم، والشعر كما كتشوفوا راه كبر لهم، كيبانوا يعني كيبانوا صافي قادرين انهم يخرجوا ياكلوا، ورغم ذلك انهم ما كيخرجوش ياكلوا، معتمدين على امهم، لان البيت الولاده هو هذا، يعني غادي شوفوا امهم ها هي، يعني في امكانهم انهم ينقزوا هذه الدريجه، هذه دريجه خفيفه، ويمشوا ياكلوا. ولكن لاحظنا ان يعني محتاجين الرعايه من عند امهم، يعني باقيين كيبغيو ان امهم وهي تغطيهم. لاحظوا دابا في هذه الوقيته هذه راه شويه يعني ما مغطيهمش، ولكن كون طلعوا عليهم في الليل غادي تلقى بلي صافي هي كتغطيهم، هي كترضعهم، تدخل ترضعهم، يعني سبحان الله. اما البلديه راني قلت لكم راه صافي راهم خرجوا بداو كياكلوا، صافي بداو يجري وبداو يتحركوا، ورغم الصغر الحجم ديالهم هما حتى هما كبر لهم الشعر، كبر كيكبر لهم كيفتحوا عينيهم، ولكن كيفتحوها قبل، يعني سبحان الله. شوفوا هذا يعني الفرق ما بين الأرانب الرومية والبلدية. البلدية مطلوبة في السوق، يعني شحال من واحد كيمشي انا يعني وقعت لي هذه القضية هذه، انني كنمشي ندي الأرانب الرومية يعني للسوق، ما كيبغيهمش الناس، كيقول لك لا واش هادو بلديين، كنقول لهم لا هادو روميين، كيقول لك لا يعني من الاحسن يكونوا واش عندك البلديين راهم احسن. يعني البلديين يعني على حسب التجربة ديالي كياكلوا اي حاجة، ممكن ياكلوا القشور ديال 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 الخضار، ممكن ياكلوا، المهم كتنوع لهم ماشي مشكل، ما كي ممكن ان حتى الدواء ما ديروا لهمش. انا واحد الفترة ربيت شي قناين يعني ارانب بلدية، لاحظت انني ممكن انني ما نحصنهمش كاع، ويعني ويكبروا بواحد الطريقه مزيانه. اما الروميه ضروري خاصك ليبره، خاصك سمو. لقيت ان ممكن انني ندفع يعني بالكيلو، يعني الروامه والكروازيه خاصهم يدفعوا بالكيلو. اما بالنسبه للسوق كيحتاجوا كيقول لك لا بغيناهم بلديين. الى عندك البلدي ان كاين الناس اللي كيكذبوا كيقولوا بلديين، هما ماشي بلديين. بحال دابا انا هادو راني عارفهم راهم كروزين، يعني راهم الام ديالهم يعني راها بلديه، ولكن الاب ديالهم راه رومي، يعني هما خرجوا كروازيين. كروازيين هما الخليط ما بين البلدي والرومي.
القضيه ديال الوزن كيكونوا مختلفين، يعني ممكن ان 6 شهور كتولي او 3 شهور داكشي اللي غادي يخرجوا هادو يخرجوا في 3 شهور خاص البلدي يوصل له في 6 شهور يعني بالنسبه للحم. ولكن سبحان الله مطلوب في السوق، يعني الناس كي طالبينه. يعني حاولت انني نرجع، انا كنت قطعت البلدي ولكن دابا راني عاوتاني رجعت البلدي، شريت شي نتوات دافعات والحمد لله راهم كيولدوا حتى هما، ويعني التربيه ديالهم في الحقيقه سهل من 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 الرومي. الرومي خصو عنايه اكثر يعني، وخصو الدوايات، خصو واحد الطريقه ديال التعامل معاه وكيصدق حتى هو مزيان، ولكن البلدي ما كيعذبش مولاه في التربيه ديالو. اذا هذا هو الفرق بيناتهم. اذا الحلقه ديالنا راه سادات، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه جميله غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. ما تنساوناش بزير زر جيم، تكيو على زر جيم، ضغطوا على زر جيم، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.